الدجاج شحال داير هذه اليوم السي عبد الله؟ 20 درهم اخ. ايوا هذه دابا عام وانت كتقول لي 16 17. ودابا هذا هو المشكل اللي قلنا حنايا، حنا كل الدجاج كيخصو يكون ما بين 14 و 16 درهم. خصو يكون. دائما كنقولوا حنا خصنا هذا الثمن ديال الاخر، هذا الثمن. واش دابا هذا الثمن بلا شك عنده شي اسباب؟ دابا هذا الثمن عنده التداعيات. اللي هي؟ التداعيات ديالو هي اننا دابا بالنسبه لنا حاليا لان الطلب والعرض. والناس كراو العصا، هذه الهضره اللي كنقولوا حنا دائما. وفسر. كنقولوا حنا الناس كراو العصا، هما الناس في ساكن ديك الناس الدراويش اللي مشاو بحالهم، اللي ما عندهمش كيعمروا غير 10000 20000 يعني خلاو خطيه، دابا تمام خلاو خطيه كمان. الفلوس كيعمر 4 دراهم 5 دراهم 7 دراهم، عاد تبيعو انت ب 1300، خاسر 2 دراهم على السوق ديالك، يعني بالسبعة طيح، بالسبعة طيح. دابا حاليا دابا حنا كنتمناو، حنا فاش كنقولوا حنا دائما كيخلص الدولة، هادو هما المشاريع الصغرى. كيخصهم يوقفوا المشاريع الصغرى ويشقوا المشاريع المتوسطة. شنو غدير الدولة في هذا الشأن هذا؟ لأن خاصها تتبع هاد المشاريع الصغرى، هادو مشاريع صغرى خاصها توقف ما خاصهاش تطيح. حيت هذا هو كما كنقولوا حنا الماكرو اقتصادي، هذا هو التوازن ما بين رأس المال والطبقة الصاعدة. خاصنا يكون عندنا واحد الطبقة في الوسط. اللي تخلي لنا السوق دائما يبقى سطابل. اش كتستعمل الاله ملي كيكون الثمن مرتفع كيكون الاقبال ديال الناس قليل؟ اه. لان شوف المساله اللي كنقولوها دائما كنقولوا خصو القدره الشرائيه ديال المواطن خصها تكون ايجاليتي، تكون متوازنه. متساويه. لان ما يمكنش الاسعار كترتفع الاجور كتبقى جامده. كيخص كيما كترتفع الاسعار خصها ترتفع الاجور. لان باش كتكون القدره الشرائيه يعني متوازنه. وحنا هنا بالعكس. حنا بالعكس، حنا ملي كتشوف المواد الغذائيه كامله ترتفعات، وهذا الارتفاع اللي هو صاروخي. مثلا الزيت، الطحين، السميده، الفينو، الطعام، اصاحبي راه هادشي كامل بصد المواطن. من يوصل هادشي هذا عرف اصاحبي هاد الناس هادو فين ماشيين بينا. وصعب الى الحكومه نقولوا حنا الحمد لله عندنا الملك الملك عندنا الملك الفقراء وما عندنا شيء والمسائل هواد الاقتصاد هواد والجائحه. دابا الحكومه الجديده ان شاء الله غادي تكون، حنا عندنا واش انت متفائل لهذا؟ لا حنا شوف فيها، حنا الحمد لله دائما متفائلين وراء صاحب الجلاله نصر الله وحفظه. حنا شوف فيها هذا هو اللي حامينا. واش كتنتظر ان الاجور ترتفع انت؟ واش كتنتظر؟ حنا بالنسبه لنا كما قال دابا رئيس الحكومه بانه غيرتفع الاجور وغيرتفع المعلمين وغيرتفع التعويضات وغيرتفع التعويضات للارامل. الناس تبشروا خيرا، حنا اي حكومه كتجي الا الناس تبشروا خيرا. الحمد لله هذه الحكومه دابا حاليا سابقه بالاعوان، يعني كنا ثلاثه الاحزاب، يعني راه ما كاينش الاحزاب، راه ما تكونش كاينه بعد العراقيل ولا حاجه، راه خاصك تكون داكشي سلسه ودوز داكشي ديك الامور كامله دوز في واحد 5 سنين غادي نحاولوا نتعشوا شويه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا والحركه. ودابا السبب الى الحكومات كلها كتوعد، ولكن واش كتوفي ولا ما كتوفيش؟ هذا هو. دابا حنا شوف فيا هادو بالنسبه لي، حنا بالنسبه لهاد الجوج هادو دابا حاليا بحال اللي غنقولوا هذه البدايه ديالو جديده، يعني ما كانوش كيسيروا. الان دخلوا للمعمعه. دابا دخلوا سيروا. حنا دابا غادي نشوفوا هذا الشيء هذا، غنشوفوا هذا الشيء هذا الواقع شنو كاين. غنشوفوا واش ملي كيكونوا في المعارضه كيقولوا شيء، وملي كيدخلوا الحكومه كيولي شيء اخر، او العكس. حنا كنتمنى تكون المشاريع قويه والمشاريع كذا، بما ان السي اخر مثل عبد الله عنده واحد مسائل زعما اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه وعنده مسائل زعما لغويه، كنتمناو السي وهبي الحمد لله الشكر لله كذا، والسيد نزار بركه، وراه هادو سياسيين ديال ما يمكنش ما يكونوش عندهم واحد النظره اقتصاديه واجتماعيه. نحن دائما نامل خيرا. دائما. شوف بما اننا حنا جينا وراء صاحب الجلاله محمد السادس نصر الله وايده، ما نخافوش الحمد لله على المغرب. كل الاحزاب السياسيه كيرجعوا للطريق،
ملي كيشوفوها فلتات كيرجع نطيح، راه كيعمل له الاخر هكا. حنا الحمد لله حنا جيل محظوظ، والله العظيم الا جيل محظوظ. شوف الحمد لله شحال المخبزين، شحال الاخر هكا الدرهم ديالنا طلع، الحمد لله المشاريع الاقتصاديه موجوده، المسائل الحمد لله الطاقه الهوائيه موجوده، الكهرباء حنا ولينا كذا، دابا حنا ولينا نصدرون بريطانيا، الحمد لله راه هادشي. دابا نرجعوا للموضوع السي عبد الاله، نرجعوا للموضوع الدجاج، الدجاج البلدي ولا الدجاج الرومي البلدي شحال كيدير؟ 50 درهم الكيلو. 50 درهم الكيلو. ولا بغيتي شي دجاجه مثلا شي فروج خصك شي فروج هكا 100 درهم. وبالنسبه للرومي؟ الرومي 20 درهم الكيلو حاليا. 20 درهم الكيلو ياك. بالنسبه للحاله الصحيه واش؟ الحاله الصحيه الحمد لله، الحاله الصحيه ما كاينش شي امراض، ما كاينش الحمد لله حتى شي حاجه، الحمد لله الامور مزيانه، ماشي الحمد لله كلشي مزيان، اللهم لك الحمد. الحمد لله التخفيف ديال هذا الشيء ديال القيود وهذا الشيء هذا هو. لا لا الرحمه في الله، الرحمه في الله، تفوجت شي شويه الحمد لله. هي تفوجت، علاش نقولوا حنا دائما، حنا علاش دائما كنقولوا للحكومات اللي خصها تجي خصها تعطي واحد الاولويه لهذه المشاريع الصغرى. دابا هاد الناس اللي كيعملوا الدجاج راه عندهم مشاريع صغرى، يعني عنده 20 مليون ولا 10 مليون، إلا مشات له في التعمير هذه كتمشي له ما يوليش يعمر، كيوليو رؤوس الأمور هما اللي كيتصرف، ومي كيوليو احتكار كيولي الثمن دائما كيرتفع، شي مليون وشي احتكار تكون دائما كذا، وكي خاص بالنسبة للناس اللي كيربوا الدجاج خص يكون الفلوس واحد الثمن رمزي يعطيوها لهم. دابا الثمن ديال الفلوس كيعطي 5 دراهم، 5 دراهم كيوصلوا على 1100 1100 باش كيوصلوا للكوري، أرينا الخدام، أرينا التبنة، أرينا كدا، أرينا لاخور بوطات، أرينا هادشي اللي راه هو تجي كامل فيه مصاريف، لأن كيخصنا حنا بالنسبة لنا اللي كناكلو حنا بال 1300 و 1500 كيقولوا 1500 ما بين 1500 و 1400 و 1500 خصو يكون، كيخصنا يكون الدجاج كيوصل من الكوري كيوصلوا 800 درهم 800 درهم، باش هو يبيعوا ب 10 درهم وحنا كنبيعوا ب 12 درهم 13 درهم. هذاك الجهد باش تكون داك الشيء، لا هو كيدي جوج درهم والاخر اللي كيوصل لك، هو اللي كيوصل لك السلعه كيدي درهم، وانت كدي جوج درهم واحد معقول 1300 و1400. دابا كتمشي عند واحد كيقول لك مثلا فلان كيبيعوا بكذا، طيح لي انت، كيقول له نطيح لك 50 فرنك مثلا، شحال عنده؟ دابا حنا بالنسبه لنا، حنا بالنسبه لنا القضيه ديال هاد الشيء هذا فيها اخي احمد في بزاف الالعاب اللعب اللعب وبحال اش فسرنا؟ احمد انا نوريك المسائل ديال الاخر، هو جاب بالنسبه لي غير يربح درهم درهم بالكيلو، هو عنده مثلا الكليان بالعرارم مثلا كيقول واخا بالعرارم دابا غير الناس دابا عندك الخدام احمد، الخدام كيربح 50 درهم احمد، 50 درهم 40 درهم عندك الخدام، مين غتغار لهذا الشيء هذاك مثلا 50 كيلو شحال غتبيع ب 50 كيلو؟ البركه غتبيع 100 درهم 100 درهم عندك الخدام شحال كتعطي 40 درهم عندك الكرا خصك تخلص 35 درهم في النهار شحال هي؟ نهار ينضى ما فيها وانت بالنسبه لك انت اللي وقفت على شي راس تدي انت هذا هو الاشكال حنا كنعملوا هذا الحساب ديال الاخرين حنا كنعملوا هذا الشويج ديال الماكرو شويج اقتصادي والاجتماعي حنا بحال اللي حنا داك الشيء خصو يكون اجتماعي واقتصادي مع بعضياتنا